طب انا مش فاهم ليش واحد طالع فوق وواحد نايم تحت. هذا ماسكها يعني، مش فاهم شو القصة. من أسوأ الأشياء اللي ممكن تصير لنا في المطبخ إنه تطلع لنا بيضة خربانة، وكمان في وصفات بتحتاج بيض يكون طازة كتير، ووصفات تانية بتزبط أكتر ببيض أقدم شوي. طب كيف نعرف شو وضع البيضة اللي عنا ونعرف إذا خربانة قبل ما نفتحها؟ منجيب صحن فيه مي ومنحط البيضة فيه زي ما هي. إذا نزلت لقاع الصحن وقلبت على جنب بتكون كتير طازة، بس إذا نزلت للقاع ووقفت على الجهة الصغيرة من البيضة بتكون صالحة للأكل بس مش طازة كتير. إذا حطينا البيضة بالمي وطفت لفوق بتكون خربانة وما بنفع نستعملها.